قومي روحي على شغلك، اقعدي بالبيت ما بفي. مش رح انتقل من البيت طالما الاستاذ هون. خايفي على البيت؟ والله اللي بيسمح لنفسه انه يحتل البيت مش بعيد انه يسرقه. يسرقه لهالدرجه؟ يا امي انت ما بتعرفيه، انا بعرفه. مرامك بتعرفيه، صرتي انت المسؤوله عن كل هالمشاكل يلي وقعتينا فيها. الله خليك امي، بلا محاضرات عند عبكرة. اصطفلي، انت فوتت الدب على الكرم وانت بدك تظهري. عفيفة افتحي الباب. تركي عفيفة، انا فايتي لجوا بفتح الباب بطريقي. صباح. كيفك مدام؟ الله يسلمك. ستين موجودة؟ ايه نعم مدام، تفضلي. اهلا اهلا ست علي، اهلا وسهلا، تفضلي دخيلك يا بنتي، ما قلنا غير الله وانت. خير ان شاء الله. شوفي ست زريفي طلعتنا اليوم من المدرسة بالقوة، وانا وابني مرميين بالشارع. وانا بشو بقدر ساعدك ست علي؟ انا بعرف انه انت الوحيدة اللي بتسمع كلامي، بلكي يا بنتي بتحكيها شي كلمتين هيك خلينا نقعد بالمدرسة لبين ما نشوف بيتنا توفي. هذا كلام حق يا ست عليا، بس انت لما تهجرتي من بيتك جيتي على المدرسة واخدتي صف من الصفوف والطلاب طلعوا هالصف هيدول انجبروا انه يتهجروا وروحوا على الصف الثاني. كلامك مزبوط، بس هلا نحن شو وين بدنا نروح؟ هيدي مشكلة. والمشكلة الأكبر انه طلعتنا من المدرسة من دون ما تعطينا لا تعويض ولا خلو. كست عليا، هلا من كل عقلك بيطلع لك تعويض وخلو باليومين اللي قعدتيهم بالمدرسه؟ هيدا حقنا، هيك فهمنا الاستاذ ابراهيم. هلا ابراهيم قالكم انه بيطلع لكم تعويض وخلو؟ وقال الاداره دفعت لنا 10,000 ليره والست زريفه بلعتهم. الله لا يوفقها. إيه الله لا يوفق اللي قال لك كل هالكلام الغلط. وكل المساعدات اللي اجتنا من الجمعيات كمان لفتهم واخذتهم معها على بيتها. ابراهيم قال لك هيك كمان؟ الله يطول عمره، هو الوحيد اللي فهمنا الحقيقه. وحياتك وحياتك يا ستين، اذا انت شفت فرانك نحن شفنا فرانك. يا ست عليا بحب اقول لك انه ابراهيم كذاب، وكل اللي قال لك اياه كذب بكذب. كذب؟ ايه كذب، لانه لا الاداره دفعت فرانك ولا الجمعيات الخيريه بعتت حبه رز. ومعقول يكذب علينا؟ ما هذا رضعان الكذب مع حليب امه. ليش وضعتي؟ لانه بده ينتقم من ظريفه ويحرج لموقفها. ست هند ما تأخذيني بهالكلمة، ظريفة مش نضيف لهالدرجة، والأستاذ إبراهيم مش كذاب لهالدرجة. ولو هلأ مقتنعة بالكلام اللي قاله؟ معلوم مقتنعة، وحياتك لأتشكع ظريفة وحصل كل قرش قبضته على ظهرنا. طالما مقتنعة لشو جاي لعندي؟ الك بنتي بلكي بتساعديني هيك وبتجبري ظريفة يا تدفع لنا شو طلع لنا أو ترجعنا على المدرسة. انا لقيت لك الحل. شو هو؟ انا رح اندهلك لابراهيم هو يحل لك هالمشكله. ايه دخيلك يا بنتي. خلص عن اذنك. الله يصطفل فيك يا ظريفي، يا اكل اموال المهجرين بالايتين. واحد اثنين ثلاثه. اي مش وحشي وحشي. تبقي داريني حبيبتي داريني. رخلة أهلا هنود. أنت ما فيك تعيش من دون ما تعمل مشاكل مع الناس. لك شو في عندها بكرة هنود؟ بدل ما تجي بصباح الخير جايب نشرة أخبار. ست عليا برا. إن شاء الله جاي تشق علي حبيبتي. أنا مش فاضي أشوفها. مش فاضي؟ مش فاضي خلص، من اليوم رايح زيارة المريض من الساعة 12 للساعة 2 وبس. بحياة الله. يلا عفو، يلا واحد اثنين. اسمعني أقول لك، لما بتحكي الست أنت بتسمع. مش معقولة مش معقولة. شو بدك حبيبتي؟ تفضلي قولي شو في؟ تفضل حل المشكلة اللي برا. أي مشكلة؟ أنت قايلة للست عليا إنه الإدارة بدها تدفع لها تعويض وخلو، والجمعيات الخيرية بعتت لها مساعدات وظريفة أكلتهم. وأنت مين قال لك؟ الست عليا هي اللي خبرتني. وإن شاء الله أنت قلتي لها لا. لا ما حرام عليك تعلق العالم بين بعضها كرمال كذبك. حبيبتي انت مين كلفك تدخلي بالقصة؟ لك كذبك يا كذاب. عفو تمرني انت عني بلكي بيصحوا وقتي. واحد اثنين وقف.
اهلا اهلا ست عليا. اهلا اهلا. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. وركي شو خبريني، على الاني انت وظريفه وطلعتنا اليوم من المدرسه بالاول؟ طلعتكم من المدرسه بشرف، اذا عرفت الاداره حتخرب بيتها. واكلت كل المساعدات اللي اجتنا من الجمعيه. مش معقوله مش معقوله. شو نفس دنيه هالست؟ شفت يا ابني شفت. لك قاعد تصدقيها ست عليا؟ شو يعني قاعد تصدقيه؟ ولا فهمها الحقيقه الا انه الاداره ما دفعت فرنك ولا الجمعيات بعدت شيء. حبيبتي انا ما بقدر بغشها. ست عليا بتريدي اختك معي على الاداره تتسمعي بنيتي وتشوفي بعينيكي؟ لك بتكون ظريفه قطعت الطريق وفهمت الاداره، اذا سالت الست عليا قولوا ما دفعنا شيء. شفت انه عم يكذب؟ انا عم بكذب؟ انا ما بكذب. ولازم ظريفه تطلع تدفع كل المصريات اللي قبضتهم. يا ابني انا ما بدي لا مصاري ولا مساعدات، انا بدي ترجعنا على المدرسه هالكم يوم يا عمي تنلاقي بيت نتقي وفقي. ليش دشرتكم دشرتكم؟ وشردتنا. شردتكم؟ الله يبعث لمين يشردها يا رب اكثر ما هي مشرده. انتوا شو عاملين هلا انتوا كيرو؟ شو عاملين؟ كيرو بالمدرسه بعد ناطر الغراب. انتوا الحق عليكم يا ست عليا، حدا بيتهجر بروح على المدرسه وبعطل صفوف الطلاب؟ ولا هو يا ست نت انت كمان مع صريفه؟ لا انا مع الحق. وهذا هو الحق بنظري؟ ايه طبعا. هلا اللي بيتهجر بروح على المدرسه وبعطل صفوف الطلاب، واللي بيتهجر وبيجي بيحتل بيوت العالم وبيلزق على قلبه شو بيكون؟ بيكون بلا ذوق؟ عم تحكي عني؟ عم تحكي عني هيك لكن؟ ايه هيك. ايه طيب ست عليا عيونا تروح جيب بيرو وكل اغراضكم وتعوا اسكنوا معي هون بالبيت. وين هون؟ هون حبيبتي بالبيت، كبير علينا البيت. ليش هيدا البيت بيت ابوك؟ لكن بيت ابوكي انت. ست عليا ما ترد عليها، روح جيب الاغراض وجيب بيرو وتعوا بسرعه لهون. الله يطول عمرك، الله يبعد عنك ولاد الحرام. وجيبي كل العفش. الله يقويك الله يقويك. ايه تعال لهون ولا بقصف عمرك وبخلص منك بقى. ورك الفوقاني ورك التاني شوفي. شو جيبوا لهون؟ طب خليهم شردين بالشارع لكن؟ ليه ما بتاخذوا على بيتك؟ لك اذا اخذتهم غريب انت، غريبه مش معقوله، اذا اخذتهم على بيتي بكسروا لي البيت. دخلك وهم بكسروه؟ هون مش بيتي. انت اكيد مجنون. وانت اكيد ما في بقلبك انسانيه. بابا! ماما! شو بتعيطي لهم؟ بابا! بابا! شو في شو القصه؟ بضل صوتكم طالع، ما بتخلوا الواحد يعرف ياكل لقمه على رواقه بالصبح. تفضل اسمعوا. شو في؟ عليا وابنها دشروه من المدرسة وقال شو بدو يجيبوا لهون ساكنهم معنا. كيف؟ حرام حبيبي، شو بنخليهم يناموا بالطريق بالشارع؟ اسمع بابا، يا بتلاقي حل معه يا اما انا بعمل تصرف يوديني الي انا على الحبس وهو على الاخرة. ابراهيم صحيح يلي عم بتقوله هند؟ صحيح، عمل انساني حبيبي. طيب يا ابني عمل انساني فهمنا وما اختلفنا احنا وياك، بس وين بدهم يسكنوا ويناموا وانت الأوضة اللي فيها اجت قديك لوحدك؟ ما خليني انام باوضتي انا. في عندي حل تاني انه ناموا بأوضة هند اللي عم بتنام فيها هلا. شو؟ لكن ما بدي كانوا ناموا بالصالون؟ لا مش بالصالون ابدا، نحن عم ننام بالصالون. اخ يا راس اخ، لا انا طبقة صدري دخيلكم يا قلبي. دخيلكم راحت البنت دخيلكم. ما تخافي ما تخافي، هذه الحركات اخذتها من ابوها. مين اللي قال لك؟ والله قالت لي المدام. ولك يا الله لاني وقت فضح مواقف. روحي انت بدك اياها تصح وتقوم. ايه دخيلك دخيلك. فضولي الصالون بسرعه لانه الطلاب حيوصلوا بدون يتعلموا. كمان؟ ايه كمان، وكمان عم فكر اني افتح فرع جديد هون، عرفتي كيف؟ يعني مدرسه ليليه بس خصوصي للستات. وين؟ هون بالبيت. عمو 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 جيبوا لها مي زهر لانه هلا غطى قلبه عن صحيح. بونجور مادموازيل افو. افو؟ اسمي عفو حبيبي، عفو مش افو. وينو استاذ بهروم؟ بقطه تفضل. وراي حبيبي وراي. وصل الدكتور. اهلا حكيم. صباح بهروم. ما بتعيط لي بهروم يا حبيبي حتعقدني. شو بهروم بهروم؟ اسمي بهروم. اختصر شو بدك؟ مبروك مبروك. ولان مريض انتم مش مريض.
نحن مش مريض؟ كيف؟ نحن مبارح بيعطي صورة بالغلط من شانك. الصورة اللي عطيت إياها مش لقيل مبارح؟ هيدي صورة من شانك بهروم، صورة كويس ومزبوط ما في شي، لا ورك مكسور ولا رقبي مفكوك. يعني بقدر بمشي؟ وبيركض كمان. لك عبقول أنا كان من الأول مني موجوع. مضبوط؟ حكيم وبقول هيك خبر قدام خطيبة نهنو هنود. خلبوس مالوني مالون بهرون مالون. حكيم ليك شو عصر بالبقرة اللي رح تحكمت امبارح؟ ان شاء الله صحيت. ما هيدا سبب مشكل. ليش؟ نهنو امبارح بيعطي صورة بقرة من شانك وبيعطي بقرة صورة بهرون. الله ما يوفقك الله ما يوفقك. أعطيتني أنا صورة البقرة وأعطيت البقرة صورة. إن شاء الله ما زعلت البقرة. لا لا ما زعلت. لا يبعت لك تيس يلبطك يا رب. شوفوا للحكيم إذا بعد بيشوف وجهك بهيدا بيت أنا بيضرب مشينك. أمان يا ربي أمان. عشو أمان حكيم عشو أمان؟ ولن بهرون نحن بيهبك ولازم بيشوفك كل يوم. مشان شو؟ مشان تعمل فيه تجارب على حيواناتك؟ نحن لازم بيتعلم عربي وأنتم أستاذ بهرون عنده مدرسة. انت موين انت موين حكيم؟ نحن أبروسي. أبروسي كاليميرا كاليسفيرا. طب حكيم انت بيروح هلا على شغلك بعدين بيجي بعد الظهر نحن ببلش دروس. نحن عنده بغل لازم بيشوف بغل بهكم بعدين بيرجع مدرسة استاذ بهرون. حبضربك حبفضغك كل ما بذكر اسمك تذكر معي يا بغل يا بقرة. طيب حبيبي روح لعند البغل وقول له بيسلم عليك بهرون وبيقول لك سلامتك. مع السلامة حكيم. باي بهرون. باي حكيم. بقدر اعرف حضرتكم ليش مقضربين؟ لانه نحن ما بعد نتعلم. انت خلاص. وحضرتكم ليش ما بدكم تتعلموا؟ لانه ما في بقلبك انسانيه. بشرتي بيرو وامه من المدرسه وين بده يروحوا؟ حبيبي هذا قرار الإدارة والإدارة هي اللي دشرتهم من المدرسة. بعدين هذا أمر بهمنا نحن كإدارة مش من اختصاصكم. أنا مأضرب بأشياء تانية. وشو هي الأشياء التانية؟ البلدية عم تحفر طريق حد بيتنا من سنتين ونسيت تزفتي. حلو. وإذا البلدية نسيت تزفت الطريق بتقدري بالمدرسة؟ طبعا معلوم. لكن كيف بدنا نسمع صوتنا للمسؤولين تيحسوا معنا ويزبطوا الطريق؟ احكي مع البلدية. حكيت معها إلي سنتين بحكي الله يخلصوا تبع التليفونات. وليش ما حكيت مع تبع التليفونات؟ كمان حكيت معهم الله يخلصوا اللي عم بيشقوا الطريق من شان المجرير تاعت المي. الله لا يوفقك الله لا يوفقك. هلأ كرمال هالشغلات بتقضرب عن الدرس؟ طبعاً من هلأ لأسبوعين أسبوعين فقط إذا ما زفت الطريق رح بعلن الصيام المفتوح. شفيق الله لا يقيمك. وحضرتك ست أماليا على شو مقدربة؟ أنا مقدربة بنشان جوزي لأنه هيديك الجمعة كما شو حبسوه وهو بريء. حلو. شو خص المدرسة إذا كان جوزك حرامي وكمشقو؟ لا جوزي مش حرامي جوزي بريء. بريء؟ وكيف بلا بريء ومعقول يحبسوه هو بريء؟ إيه لبسوله تهمة. وشو هي هالتهمة اللي لبسوا إياها؟ قال كمشقو بالليل عم يسرق. ولك لازم يكمشو. يي وهيدي كل مرة كمان كمشقو بالنهار عم يسرق. أماليا لازم يفكوا رقبته. ايه بس هيدا حرام. انسرق بالليل بيكمشو وانسرق بالنهار بيكمشو وانت بده يشتغل. اماليا يبعتلك ان شاء الله من يشتغل بحق جلدك. هلأ مشان هيك مقدر بيعن المدرسة؟ ايه طبعا مش حرام عليهم يعطلوا لنا اشغالنا. طيب انا رح بلغ الادارة وهي تصطفل منكم إلى شو ماما؟ لا شو عم تصالفت؟ شو تجوزت؟ لا
علينا بيت. ست عليا رح ترجع على بيتكم؟ لا، رح نسكن مع الأستاذ إبراهيم. ببيته؟ لا، بيت الست هند. يا عيني، وعرفت الست هند؟ وبكون هلأ غط على قلبها. يلا يا شباب خلاص، بخاطركم. مع السلامة. لوين من غير شر؟ نروح عند بيت الست هند. شبكي هوني هونيك نسكن عندها وبناكل وبنشرب وبنتعلم وبدون ما ندفع شيء. برني ست زريفي بحياة الله تبقي زورينا. الله يوصي عم طارحك. الله يوصي عم طارحك يا رب. الله يخرب بيتك يا ابراهيم، مثل ما خربت بيتي وبيت هند وراح تسكر لي هالمدرسة. تليفون تليفون ست زريفي. ان شاء الله يكون من الإدارة لخليها تجي تفكر أبيكم. شباب ما تاخذونا، انتوا كلكم جبري. ليش؟ ليش يا ابو عبد؟ قولوا لها الحقيقه، قولوا لها انه نحن مقضربين لنروح نتعلم عند الاستاذ ابراهيم. يا سيدي اذا قلنا لها مين بيضمن انه ما تسكر باب المدرسه وتجربنا جوا وتعلمنا بالقوه؟ انا بفوتها باسمكم وبقول لها الحقيقه. طيب يا سيدي روح، انا فوتك. وانا كمان. وانا فوتك. اها هلا صرت فاوض من منطلق قوة لأنكم كلكم معي. أيوة. تبقى حياتك بالمدرسة حضرة المدير. لا، لأنه الأساتذة مشغولين بمشاكلهم الشخصية والطلاب مضربين. الحق علي؟ بشو الحق علي؟ أنا مش مديرة؟ لكن أنا شو؟ 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 لا لا حضرة المدير بترجاك، بدك تأجر المدرسة أجرها، بس يكون في معلومك إني أنا خلقت مديرة ورح بفضل مديرة. قال بدي أجر المدرسة وأنا على مين بدي أعمل مديرة؟ تفضل. ست زريفة. نعم. أنا جاي أحكي باسم كل الطلاب. ايه تفضل احكي. ايه أبو عبد، شو بك حبيبي ما بتحكي؟ مستحي احكي؟ بصراحة ما قادر أطلع بعيونك. ليه؟ كل ما أطلع بعيونك جسمي بينمل. أبو عبد، أنت جاي تفوتني ولا تغزلني؟ بصراحة أنا عملت حجة لا احكي لك علي في قلبي. لا تسلم لي، احكي لي علي في قلبك. انت احلى شهبايه شفتها بحياتي. شهبايه؟ حبك نطحني وبطحني. ابو عبد، من يوم ما شفتك حسيت سكين حبك جزني من الوريد للوريد. أبو عبد قلي، هالغزل أنت معلمه من المدرسة ولا من الملحمة؟ الحب ما بده علم، الحب مثل الدهنة، بس تشوف نار الحب بتسوح. بتسوح؟ يا الله يقطع هيك حبه ويقطع ساعته، منك قادر تشوفني إلا لحمة؟ الحب أعمى. أي عمى قلبك إن شاء الله. لا 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 حضرة الناظرة، قوم فركها من هون. قوم. وقلبي اللي حبك حطه بالفرن وشوي. آه
بخاف ما يحترق. ولك قوم احسن ما افقع الخطورجي لاخرتك. يلا مشي. يدلك يا ظريفي على هالآخرة من مديرة مدرسة لصاحبة ملحمة. نعم. أستاذ إبراهيم موجود؟ جوا تفضلوا. شيخ أزني؟ شو اسمك أنت؟ عفيفة. عفيفة؟ هذا اسمها قديمة، ما فيك تعمل اسم جديد؟ شو بتغير لاسمها؟ شو؟ ما أنا كلها حلوة بس اسمها مش حلو. إذا بدك عيط لعفو. إيه عفو منيح. بالإذن. عفو. لكن ماما شو تقبرني؟ عجبتني حلوة، اشتري لي بتلا. ايه تقبرني هلا شو بدك اياه؟ إذا في منع على صغير بشتري لك. اهلا اهلا بيرو. اهلا بيرو. اهلا ست عليا. كيفك يا ابني؟ الحمد لله على السلامة. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. ارجوكم تحسوا حالكم ببيتكم. تفضلوا تفضلوا. شو كيفك بارون؟ احترموا هذا استاذك بالمدرسة، عيط له استاذ. لا ما هذا صاحبي. طيب الله يخليك يا ست عليا. أكلنا أنا وياه 20 قتلة من بعض لحتى صرنا أصحاب. ما تيجي تعلقينا مع بعض هلا وتفرقينا؟ لا الله لا يفرقكم يا ابني. إن شاء الله جبتوا كل الأغراض معكم. آه ما جبناهم كلهم، وأنا حملتهم كلهم، حضرتها ما حملت معي شيء. لك يا بيرو، ما حرام يقول هيك على الواحد على أمه؟ ما بيكفي حملتك ببطنها 9 أشهر؟ 9 7، ما أنا سباعي. سباعي؟ آه. ما على إنه فعلاً ما بتنحمل، لا على البطن ولا على الظهر. إيه خلص خلص سكوت. قادر بأمرك فيه. بس ما ينرفز ما تنرفز لي دخيلي. المهم قوموا خذوا الأغراض وفوتوا على الأوضة هلا ارتاحوا وغسلوا، ولأنه بعد شوي حنبلش بالدروس. ايه لك برهوم. نعم. خلي عفو تساعدنا يا رب. بدك عفو. ايه فهمت عليك. عفو يا عفو. نعم برهوم. تا عفو تا ما تطلع فيها هيك. نعم. بس عفو ساعدي ست عليا وبيرو فوتوا هالغراض كلهم على الأوضة اللي نايمة فيها هلأ هند. بس ست هند ملقحة جوا ومرتاحة ومنعت حدا يزعجها. لك حبيبتي دشريها باسمي، دشريها من الأوضة خلاص دشريها. وتيابها حطينا اياهم بالمطبخ. بالمطبخ؟ لك ايه بالمطبخ. هلأ ما تراجعيني نفس اللي عبليك عليه وبس. خلاص بقى عم شو يابا خلاص بقى ما تعيط عليها. إذا صافك سهمك يفيد من أول نظرة. لا من أول كلمة. يلا عفو يلا يلا خذي الأغراض. سامحيني هالنوت، فعلاً عبعزبك وعبقرك وعبزلك، بس صدقيني بحبك. من هالتين بتفوت على الأوضة من دون ما تدق الباب؟ وحياتك يا معلمتي، هيدا بيارو اللي فتح الباب. وانت ما عندك باب ببيتكم؟ نحن بيت ما عنا، بعد بده يكون في عنا باب؟ معلش يا بنتي معلش سامحي، من هلا ورايح تبقى تعلم ودق الباب. ايه طيب يلا شرفي قومي فلي من الأوضة. نعم؟ عم تشحطني من أوضتي كمان؟ شو ما أنا أستاذ برهوم عطاني إياها. ولو يا ست عليا وانت بتسمعي كلامه وبتجي. طيب شو بدك يعني نضل بالطريق وبيارو ياخد برد وينضر؟ هيدا عذر اقبح من ذنب. طيب تفضلوا اتنيناتكم روحوا على الاوضه اللي محتله وناموا معه. والله انا ما بحب نام مع حدا. والله معنى
علاش هي بنتي كلهم كام يوم يومين ثلاثة ومنشوف لنا بيت ومنعطيك بيتك تتعني فيه. عفيف شو عم تعملي انت كمان؟ عم ضبلي كتابك وانقلن على المطبخ. يه لوين؟ على المطبخ هيك امرني استاذ ابراهيم. هلا فرجي زيح هيك. مه شو تقبرني؟ صار عندنا اوضه منيحه. شو يعني؟ يعني اذا تجوزت عفو في محل تنام. هلا وقت تفكر بالجواز. هلا وقت تفكروا نحن عم نشتهي اللقمه. لكن شو يعني ما فكر بالجواز؟ يعني شو بدك؟ ما بدك اياها تجوز. انا بعرفك بلا انت بدك بلك هيك. معقول يعني اللي عم يصير بالبيت؟ لا 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 ما لك حق تتصرف في البيت لهالدرجه ابدا. لا ارجوك انا معي كل الحق ومعي ورقه ممضيه منك. انا صحيح اعطيك امر تسكن بالبيت بس مش تعمل مدرسة وتسكن ناس وتهجرها نحن برات البيت. ما تزعل إذا ما عجبتك القصة يا حيل ورقة موجودة جوا. تفضل خدها ووصلني على الكركون خليني اتشك عليك. شو؟ وحياة الله تتشك عليه؟ مستحل البيت وعم تعمل اللي بدك اياه بالبيت وكله خدامينك ومنه عاجبك؟ لحظة عمو سامي بحكي أنا ولا أنت بتحكي؟ اترك بقي على جنب أنت حكي. يلي هو حكي بحكي أنت ما خصي. طنط ملفينا ابراهيم شو بدك بالطنط ملفينا هلا حبيبي؟ مشان نحكي قدامها بكل راحه. شوفوا مشاكلكم الخاصه انا ما تدخلوني فيها، اعتبروني ضيفي بهالبيت. شو رايك بنحكي؟ ابراهيم هلا عم بتفهم ليش شو الحكي البلا طعمه. فهمنا بيرو امه بده يضلوا بالبيت. لك يا ابني بدك يقعدوا بيقعدوا بس انا ومرتي وهند وين بدنا ننام؟ ننام هون بالصالون. نحن ننام بالصالون؟ ليه ما انت بتنام بالصالون؟ حبيبتي انا اذا نمت هون بياخد برد، بعدين الصالون بارد وفيه رطوبة عرفتي كيف؟ ليش احنا ما بناخد برد؟ ولك انت اذا شافك البرد بيهرب مني، وبعدين انت بي غني والغني عمره ما بيمرض، عن اذنكم. اي عم اهلك وقف هون. نعم انا بدي احط حد لهالفوضى بهالبيت. شوفي حبيبتي راجعي ابوك وبعدين اعطيني خبر، وانا هلا بدي اخلي ارجوكم لما بدي اطلع شوي اخذ شوية هوا برا قبل ما يوصلوا الطلاب عرفتي كيف؟ وبعدين بس تخلصوا اجتماعكم نطفوا لي هالصالون لانه جايين الطلاب وانا حاببهم يتعلموا على نظافه، عن اذنكم. انه مش شايفين مش سامعين مش قاشعين شو عم يصير بالبيت وساكتين. سامي لازم تشوف لك حل لانه بصراحه كلنا رح ننحل. ما في الا حل واحد. شو هو؟ قول. تتجوزي وتريحوني بقى. اتجوزوا؟ نعم هيدا شرطه الأساسي ليحل عني وعن أمك وعنك وعن البيت. لا في سبب تاني غيره. شو هو؟ يا بنتي المثل بقول اللي دري دري واللي ما دري قال كف عدس. تجي ما هتجي، هتظهر ما هتظهر، هتجي ما هتجي، هتظهر ما هتظهر، ما هتظهر. نعم هون عامل شو بين اذا كان ما تجوزنا لحد هلا وين ما بروح بلاقيك بوجهي؟ كيف لو كان تجوزنا؟ ليه بعدك مصر انه نتجوز؟ طبعا ومعي وثيقه ممضيه من ابوك. واذا انا رفضت؟ ساعتها بحبس ابوك لانه بيكون ناقض الاتفاق. ابراهيم نعم شو في هالحركات؟ مليون هالحركات هدول. رح تسمع والا؟ شوفي بسمعك اذا حكيتي معي بس كلام بمنطق. ليش دخلك انت ببيتنا عم تتصرف بالعقل والمنطق؟ ليش انتو خليتوا لي عقل ومنطق حتى اعرف اتصرف فيه؟ نحنا؟ ايه انتو. ولو يا ابراهيم ما انا كل فتره معرفتي فيك انا بتحدى اهلي كرمالك. طب شو النفع حبيبتي اذا كان بعدين رجعتي وقفتي مع ابوك ودشرتيني وقضيتي على مستقبلي العاطفي؟ بيظهر في شيء مهم بينك وبين بيي حتى انقلب من عدوك لصديقك. ايه طبعا يعني بدك تقولي دعي لورك المكسور اللي قرب وجهات النظر. مش هو اللي كسر لك وركه؟ ووصني بيي؟ ايه ابوك قوص علي. هيدا هو السبب اللي خليك تسيطر عليه وتهدده بالحبس؟ لا هو في شيء تاني بس ما بقدر اقول لك عليه. ليه؟ لانه اذا قلت لك عليه عرفتي كيف؟ حتقولي لي برهوم دخيلك تجوزني اليوم وخلصني من ابوي. ولو لهالدرجه؟ لك واكثر اكثر. طيب ما زلك بتحبني وبدك تتجوزني. طب قل لي شو عامل بيي؟ حبيبتي
ما بقدر اقول لك، عرفتي كيف؟ لانه اذا قلت لك بيروح الاتفاق وما بعود اسمه اتفاق جنتلمان. يعني بدك تضل مخبى علي؟ لا رح اقول لك، بس اذا تجوزنا عرفتي كيف، لما بعد ما نتجوز ونجيب 15 ولد ساعتها بقول لك. شو؟ بس على شرط ما يكون فيهم واحد بيشبه ابوك. تعرف المثل اللي بيقول انطور يا كديش تينبط الحشيش؟ ايه ايه بعرفه. انطور. يعني انا بابا خبرني شو مخبى علي. انا يا هند؟ ايه بدي اعرف شو السر اللي كام شو عليك ابراهيم. قصة كبيرة. طب احكي لي اياها، القصة بتصغر. تقعديني ما بتقولي لأمك؟ ولو لك يا بقية، أنت قلي حتى لو كنت مجوز غيرها. أنا من زمان يا هند كان إلي علاقة مع وحدة ست. غير الماما؟ شو اسمها؟ أم يوسف تلوعة يلي كان عندكم بالمدرسة. يخرب بيتها، هيدي من وقت ما شفتها قلبي نقزني منها. المهم أنا هون بالمنطقة التقت فيها بالشارع بالصدفة، فعزمتني لعندهم على البيت، قمت رحت. والتقيت بابراهيم هونيك وسمع كل شيء كنت عم بحكي معها. بتعرفي يا هند كلام اثنين كانوا يحبوا بعض من زمان، شو بده يكون نوع الكلام؟ طبعا من الوزن الثقيل. وتاري مقصوفين الرقبة، ابراهيم ويوسف كانوا مخبيين ورا الكنباية وسمعوا كل شيء. مشان هيك انت خايف عم تنفذ له كل كلامه؟ بدي استر الفضيحة وما خلي امك تعرف. طيب وشو اللي كسر له وركو؟ كذاب، قضية وركو استعملها حجة لحتى يضل هون حدك بالبيت. يعني ما قوصته؟ انا قوصت بالهوى ليوقف، خاف ووقع على وركو، بس كانت بسيطة. هيدي هي كل القصة؟ نعم، واستغل الموقف ومضيني على ورقة اسمع كلامه واقبل اني جوزه ياكي. بتعرف لك يا بيي لو خبرتني هالقصة من الاول لا كنت انت تعذبت ولا انا تعذبت. يلا معذبني اكتر يا هند الورقة اللي مضيت له اياها مخباها عنده وكل مدة بيهددني فيها. اي ما تخاف، اعتبر انه هالورقة صارت معك. يعني فيك تاخديها منه من غير ما يحس؟ ولو نسيت اني انا حواء. لوين لوين؟ على المدرسة يا ابا. ليش هون المدرسة؟ اينما وجد الاستاذ فهناك مدرسة. اتفضل. بونجور دموزيل. تفضل. صبحك بالخير. دسي معلمتي، دسي راسي. حرارتك فوق الأربعين، لك شو جاي تعمل؟ من طلب العلا سهر الليالي. أهلا أهلا اهلا بالطليب. اهلا 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 بالاستاذ نورك. لك والله اشتقنا. اهلا بابو عبد. نورت يا استاذ. اهلا، اسمحوا لي باسم الانسه هند المهذبه اشكركم على حضوركم النظيف والسريع على هالبيت، واسمحوا لي كمان اقدم لكم طلاب جداد حبوا ينضموا لصفوفنا، لصفوفنا العلميه. الانسه المهذبه عفيفي مرقة. لو وين بدي مرقة يا أستاذ؟ مين قال لك مرقة؟ أنت هلا عم تقول لي مرقة. عم بقول لك اسمع عفيفي مرقة، ما عم بقول لك مرقة. ها؟ شرفني. السيدة المهذبة ملفينا الشهم. إما للست هند. شرفني. بيرو ووالدته. الطبيب البيطري. أهلا وسهلا فيكم بمدرستكم الجديدة.
اسمح لي بكلمة؟ نعم. هلا جبت المدرسة كلها لهون ولا في بعد؟ شوفي أنا تارك محل خصوصي، إذا كان الست ظريفة حبت تجي أنا ما عندي. طيب عن إذنك. لوين شيري؟ عندي اجتماع مع مجلس الإدارة. اوعى تسحطي. بس شو هذا؟ شو عم تضحكوا؟ شو عم تضحكوا؟ لأنك قلت لها اوعى تسحطي. أنا ما بسمح لكم أبداً 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 تضحكوا على خطيبتي. ها؟ إيه ولشو تقلها فإذاً اوعى تسحطي؟ أنا حر قلها لأنه نحن بعد يومين بدنا نتجوز ولازم من هلأ فرجيها وهرتي. أرجوكم افتحوا كلكم الكتب اللي بإيديكم، ودرسنا الأول هو عن التاريخ يعيد نفسه. مين بيعرف منكم شو يعني التاريخ بعيد نفسه؟ أنا أستاذ. فضل أبو عبد. يعني قبل كان لحام، مات أبي فصرت أنا لحام، التاريخ عاد نفسه. غلط أبو عبد. ست عليا ألف باشين دل أبجد هوا وزن أول خطا هي خبتي كفلا من مكمل. ست عليا ست علي عفوا، هيدا الدرس الثاني بس أنا عم بسألك هلأ عن التاريخ بعيد نفسه. ها كنت أتعلمه أنا وصغيرة وهلأ رجعت أتعلمه أنا وكبيرة، التاريخ بعيد نفسه. غلط ست عليا. ست ملفينا لما كنت بنت كنت عزب أمي، ولما كبرت بنتي صارت تعذبني، التاريخ عيد نفسه. غلط ست ملفينا. عفو. من 15 سنة اشتغلت صانعة وكنت أقبض 1500 ليرة، وكمان بعد 10 سنين بعد 1500 ليرة، التاريخ بعيد نفسه. غلط. فيرو. أنا حبيت أماليا ناصحة، رجعت حبيت عفو كمان طلعت ناصحة، التاريخ يعيد نفسه. غلط. عاد بحلك أماليا. قبل لما كنت عزبية كنت أشعر بفراغ، صار لي حوالي 20 سنة مجوزة صرت أشعر بفراغ أكبر، التاريخ عاد نفسه. غلط أماليا. غلط. شفوقة. بريسان. برافو. شو التاريخ بعيد نفسه؟ أنا لما كنت صغير كنت أسرق من مصروفي من جيبة أبي، وهلأ لما صار عندي 6 أولاد صار يسرقوا مصروفهم من جيبتي. غلط يا فؤاد. عاد محلك حكيم. التاريخ يعيد نفسه ماذا يعني؟ أستاذ بهروم. نحن بحكم بغل بعدين بحكم من شانك نام بصح سوا سوا، التاريخ يعيد نفسه. غلط حبيبي. شو التشبه؟ غلط غلط غلط. التاريخ يعيد نفسه مش هيك، التاريخ بعيد نفسه. ست ظريفة. لا 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 تفضلي تفضلي ست ظريفة. شو اللي جابك؟ أستاذ إبراهيم. نعم. أنت بأي حق سحبت كل طلاب المدرسة لهون؟ صدقيني أنا ما سحبت حدا، أنا قلت لهم اللي بيحبوا يتعلموا عندي يتفضلوا اجوا كلهم، شو بدي أعمل لك؟ إن شاء الله جاي تتعلمي. أستاذ إبراهيم. نعم. جاي بلغك بلسان الإدارة إنه انطردوني أنا كمان. طردوكي من المدرسة؟ ليه؟ أجروا على واحد بده يعملها بينجو. بينجو؟ بينجو، قال أربح وأريح. شوفي ست ظريفي، أنت كل عمرك ناظر علينا، صحيح كنت قاسي علينا مزبوط ولا لا شباب؟ كنت قاسي علينا منيح، كنت قاسي علينا، بس ما هيدا كله حنسامحك وحنرجعك ناظر علينا وهون بالبيت، زقفي شباب. أبنائي الطلاب الأعزاء، أنا التي وهبت نفسها لخدمة العلم ومحو الأمية أصبحت مطرودة، وهم الذين وهبوا أنفسهم للتجارة والربح السريع صار عندهم مدرسة بينجو. قربت إخرتك يا إبراهيم الزفت. شو في هند؟ عيطيلي؟ بابا إذا أعطيتك الورقة اللي ماضيها لإبراهيم شو بتعطيني؟ عمري عمري وكل ما بملوك. تفضل.
ريحتيني ورديتي لي كرامتي. وهلا عمول معروف ريحني لي انا وخليني ارتاح بهالبيت، فرجيني قوتك واشترح وشحطه من هون. اي والله والله وحيات عيوني لفك رقبته. لا دخيلك اوعى تفك رقبته، بياخذها حجه بضل هون ساعتها. ما تخافي بدي انتقم منه مثل ما انتقم مني وزلني، بس على شرط انت امري. لا بقى في ام يوسف ولا في غيره. خلص التوبه ما بقى عيدها، امك امك وبس. قال المثل يا مأمن للرجال مثل مأمن للمي بالغربال. هلا مش لانك جبتي لي الورقه خلصتيني من زل ابراهيم تقوم تزليني انت؟ خلص بابا خلص روح على شغلك. بس يا هند انا خايف قوم دشره من البيت ترجع انت تستقبليه وتفتحي له باب عليك. لا ما تخاف، انا لما بدي استقبله الي شروطي. اسمعي اوعى تدخليني بشروطك، تتجوزي انا موافق، بتتركي انا موافق. رن الجرس رن الجرس وانتهى الدرس وانتهى الدرس. رن الجرس رن الجرس وانتهى الدرس وانتهى الدرس. وحق لنا من بعد تعب ان نله الان ونلعب، وحق لنا من بعد تعب ان نله الان ونلعب. ونغني مثل العصفور او نركض مثل الارنب. واك 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 واك. نغني مثل العصفوري بام بام بام، لا مثل الباشق والدوري بام بام بام. نغني مثل العصفوري بام بام بام، لا مثل الباشق والدوري بام بام بام. ونطير ونغط على الشجرة ونعد من واحد للعشرة، ونقلد صوت الحصان أو نسمع صوت البقرة. رن الجرس رن الجرس وانتهى الدرس وانتهى الدرس. رن الجرس يلا لا شوف خد تلاميذك وفركها من هون. انت لا بتحكي معي بالطريقه هاي؟ فركها من هون وما تخليني اشوف صوره وشك مره تانية. لا 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 الظاهر ناسي حضرتك الورقه اللي ماضي لي اياها والشروط اللي ماضي عليها. لا شو بتضحك هذا الحكي؟ انا ماضي لك ورقه فيك تقول لي ويني ويني. اه بدك تكون ناكش المخدي. يلا لشوف. لحظه شباب ما حدا يتحرك من عندكم ابدا، خليكم لارجع لحظه. وانتم كل واحد منكم دبك لك شيء وتير على بيته. صحيح ما بكفي دشرتونا من المدرسه وما بدنا نروح نتعلم. شو مفتكرين البيت هون ملجا ايتام؟ هيدا بيت محترم وكل الفوضى انتهت. وانت ست مالفينا تفضلي لهون. لا 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 انا مش رح اترك الصف الا تاخذ الشهاده. لا نعم انت لقيت الورقة وعطيتيها لأبوك يا هنود؟ هيدا هو السر اللي كنت كامشو على بيي وعم تزله فيه. وحكيلك القصة كمان؟ حكيلي عن كل شيء حتى عن ام يوسف. حكيلك عن ام يوسف؟ ايه حكيلك. وامك عرفت؟ عرفت وسامحته. وحكيلك عن السلاح وعن المواد الفاسدة اللي غرقت البلد وعن الاشياء وعن الاشخاص اللي ضرها؟ ايه حكيلي عن كل شيء. عن كل شيء؟ ايه عن كل شيء. يعني صرت انا وحدي برا؟ والله من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. وأنا كنت مفتكر أنك أنت الوحيدة حتوقفي حدي، لأنك أنا كل اللي عملته أنا بس مشان حتى ضل حدك هنود. هلأ اللي بده يضل حد حبيبته هيك بيعمل؟ لكن شو بيعمل هنود؟ ولا لك بيتفق هو إياها بينسق معها، مش بشحطها من أوضتها وبينام بتختها وبخليها هي تنام على الصوفة. انت الحق عليك، انا قلت لك تعني ما حد بتاخد اني ما قبلته. يخرب بيتك ولك رجعت وقحتك زيتها. طيب لاني بحبك شو بدي اعمل؟ بحبك. هلا الله يرضى عليك انت نسي لي هالحب هيدا وقمرت لي عواطفك. طيب لامتى يعني لحتى اشعر انك بتصلح تكون رجل احلامي؟ اوكي الله لا يردك. يلا شباب لوين يا سوان؟ بيظهر اللي بدون يتعلموا بالايام ما عاد لهم محل. استاذ مرهوم بنروح على المدرسه. طولوا بالكم يا جماعه، ناسين انه المدرسه اجروها للبينجو؟
هك الحل بده يتعلم بيقدر يتعلم بالطريق بالشارع بوين ما كان، ونحن حنتعلم في اي مكان بالطريق بالشارع. لا استاذ ابراهيم، انا مستعد اقدم لكم بيتي تعملوه مدرسه، بس على شرط كون انا المديره. اسمعوا شباب، نحن لازم نرجع وناخذ المدرسه، لازم نتظاهر نضل نتظاهر لحتى نرجع المدرسه ونلغي البينجو من المدرسه. روح ضلت البحر ارجوك، بيتك ورجع لك، لكن المدرسه ما بفتكر لك حق تتدخل فيها. الي كل الحق. شو خاصك انت؟ انا اشتريت المدرسه وبدي اعملها بينجو. انت؟ نعم انا زلمه تاجر والبينجو اربح لي. شفتي يا ست هند، انا بقطع ايدي اذا كان هالرجال هيدا بيكون ابوك المزبوط. هلا والعمل؟ والعمل ما في شيء، اللي بده يرجع معي على المدرسه يرفع ايده. كلنا شفت الايدين المرفوعه هيدي كلها، هي الوحيده اللي حتكون ضدك وتخرب بيتك وتفوتك على السجن. ولا فرقه من هون وبلا طحنك عم بقلك. حاضر قولوا معي. شوف، بدنا الإدارة تتراجع عن قرارها. بدنا الإدارة تتراجع عن قرارها. يا مدير المدرسة مش للتسكير. يا مدير المدرسة مش للتسكير. بدنا الإدارة تتراجع عن قرارها. بدنا الإدارة تتراجع عن قرارها. يا مدير المدرسة مش للتسكير. يا مدير المدرسة مش للتسكير. برا حريبي، برا حريبي. هلا كلكم صرتوا مع العلم وتركتوني لوحدي، ها؟ بس انا بفرجيكم، يا انتو يا انا.